السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. محاضرة اليوم هي محاضرة رقم 17، اللي هي عنوانها Removable Orthodontic Appliance. بالمحاضرة السابقة طلاب اللي خضنا بيها الـ Appliances، قلنا الـ Appliances تنقسم إلى 3 أقسام، عندنا Removable Appliances، وعندنا بالمحاضرة إن شاء الله القادمة ناخذ الـ Fixed Appliances، وعندنا المايو فانكشنال ابلاينسز، 3 انواع. واعتقد بينا ووضحنا في الشغلات مبسطه على هاي المواضيع. اليوم راح ناخذ محاضره الريموفابل ابلاينسز بشكل مفصل. اللي اريده واللي اتمناه انه بعد هاي المحاضره انه انت كطالب مرحله رابعه تكون قادر على تصميم، يعني تعطي ديزاين لريموفابل ابلاينس كامل لمشكله معينه مع الاكلوجن، بحيث من الممكن انه هذا الابلاينس اللي انت راح تعطيه التصميم مالتك من الممكن انه يعالج هذا المال اكلوجن اللي عند المريض. فخلينا نقول المحاضره هي بها جانب عملي. السنة القادمة إن شاء الله كلش راح يخدمكم أكثر مما هي محاضرة للفهم وللامتحان فقط. هاي المحاضرة ركز عليها لأنه بالمرحلة الخامسة راح تعتمدون عليها بعلاج المراجعين مالتكم. طلاب تتذكرون أنه الـ Removable Appliances هي الأدوات اللي إحنا ممكن أنه نوخرها، أو المريض بعد ما إحنا نصممها ممكن المريض أنه ينزعها من حلقه، يوخرها من حلقه ويرجع يلبسها مرة ثانية، يعني ينزعها ينظفها ممكن ياكل ويرجع يلبس الابلاينس من جديد. لكن هاي الابلاينس بيها حد للعمل، يعني الحركات اللي ممكن تقدمها هاي الابلاينس مو مثل الابلاينس اللي هي الفيكست اورثودونتيك ابلاينس، اللي مقدار الحركات اللي تكون اكثر، مقدار الحركات اقصد بيها الاورثودونتيك توث موفمنت اللي هنا مكتوبه او تي ام. الاو تي ام هي اورثودونتيك توث موفمنت. انتم ان شاء الله ابطال اكيد تتذكرون الاورثودونتيك توث موفمنت، موفمنتس اللي هي التيبنج والروتيشن الانتروجن الاكستروجن البوديلي موفمنت التوركينج اللي هو الروت موفمنت. فشنو هو مقدار الحركات اللي اقدر احصلها لو استخدمت ريموفابل اورثودونتيك ابلاينس؟ Removable appliances are capable of the following type of orthodontic tooth movement. أول حركة واللي هي جدا مشهورة بالنسبة لل Removable appliances هي tipping movement. Tipping movement طلاب هي أبسط أنواع الحركات الموجودة بالتقويم، واللي هي لو كان عندنا هذا التوث بهذا الاتجاه، خلينا نفرض أنه maxillary central incisor، وأنا سلطت عليه قوة من الداخل، راح يصير إنه الكراون، جزء الكراون هذا راح يتحرك إلى الخارج، وجزء الروت راح يتحرك بعكس الاتجاه، يعني السن بدل ما يكون هذا موقعه راح يكون موقعه بهاي الطريقة. هاي اسمها tipping movement. فالريموفابل اورثودونتيك ابلاينس كل الشيء يقدر يسوي لنا tipping movement. بعد من الحركات اللي ممكن انه اقدر اسويها لو استخدمت ريموفابل اورثودونتيك ابلاينس هي موفمنت اوف بلوك اوف تيث. هنا انا قصدي بكلمه بلوك اي مجموعه من الاسنان، مجموعه من الاسنان اقدر احركها في ان واحد. هسه انا ضفت لكم صوره على هذا الموضوع، خلوا هاي المعلومه ببالكم. ايضا هو influencing the eruption of opposing teeth. من الممكن انه اصمم ريموفابل اورثودونتيك ابلاينس تاثر على النمو مالت الاسنان، يعني او مو نمو عفوا الظهور الايربشن مالت الاسنان. احنا تتذكرون قلنا الايربشن التوث ايربشن هي فت فينومينا، فالظاهره تكون موجوده بالبريودنتال ليجمنت بسبب تكون الروت، راح يندفع التوث الى الخارج بحركه اسمها بروبالسيف ميكانيزم، ويسوي لنا ريزوربشن باللي فوقه. اذا اجي اني واخلي ريموفابل ابلاينس فوقه، اجي اخلي قطعه من الريموفابل ابلاينس فوقه، اسوي له بلوك امنع الايربشن مالته،
في بعض الحالات انا احتاج اقلل الايربشن، لانه ممكن يكون الايربشن مات السن اكثر من اللازم، فمن الممكن اني اوقف. فلناخذ صور على هذا الموضوع. بالبدايه قلنا انه الريموفابل ابلاينس هو اشهر ابلاينس ممكن يعطيني تيبينج موفمنت، اللي هي كلش مميزه بالريموفابل ابلاينس. بعد عفوا طلاب، هو مو اشهر ابلاينس، وانما خلينا نقول اشهر حركه تصير بالريموفابل ابلاينس هي التيبينج موفمنت، على مود اكون دقيق بالمعلومه. النقطة الثانية انه لما قلنا انه ممكن باستخدام الريموفابل ابلاينس انه نحرك جزء كامل من الاسنان، بلوكة كاملة من الاسنان. هنا عندنا هذا ريموفابل ابلاينس، هذا الجزء اللي موجود هنا يطلقون عليه سكرو، شلون جك السيارة، الجك اللي تخليه جوا السيارة لما يصير بنشر وترفع السيارة، أيضا هو مكون مثل تكوين الجك مات السيارة. بمكان، هذا المكان هنا الصغير، إذا تخلي بيه عتلة وتقعد تفر، هذني الجزئين راح يبتعدن. لما ذني الجزئين راح يبتعدن، هذا الأكريليك مع ذني الأجزاء اللي متصلة بالأسنان راح تدفع الأسنان للخارج، فراح يصير عندي توث موفمنت بلوك كامل من الأسنان، يعني راح يتحرك السكس والفايف والفور والكناين والسنترال واللاترال. مو بس اقدر احرك بلوك اوف تيث، على مود نكون دقيقين بالمعلومه، مو بس اقدر احرك الاسنان جانبيا، لا، اقدر احرك الاسنان باتجاه الترانسفيرس يعني لاترالي، ايضا اقدر احرك الاسنان باتجاه الامام. شوف هذا الديزاين، غيرت التصميم اني مات الابلاينس، بحيث انه هذا السكرو اذا فتحته هذا الجزء راح يطلع الى الامام، وهذا الجزء راح لما يطلع للامام راح يدفع ذني الاسنان كلها للامام. فاذا قدرت اني اسوي انتيريو بوستيريور موفمنت، قدرت اسوي لاترال موفمنت، ومن الممكن ايضا اقدر اصمم جهاز اخلي السكرو هنا بحيث ارجع المولر واقدم البري مولر. فاهم شيء بالريموفابل ابلاينس هو طريقه التصميم، لانه تصميم الجهاز هو اللي يعطيني الحركه الملائمه اللي انا اريدها. النقطه الثالثه، لما نقول influencing the eruption of opposing teeth، يأثر لنا على الإيربشن مات الأسنان الثانية أو الأسنان المعاكسة. بعض الأحيان أحتاج أستخدم، هو مو قلنا ريموفابل أبلاينس، أجزاء بقطعة الأكريليك، هاي قطعة الأكريليك أقدر أخليها على الأسنان. شلون هنا؟ شوفوا طلاب انتبهوا هنا، إنه قطعة الأكريليك صعدتها على الأسنان، مو مثل هنا كانت ما صاعدة على الأسنان قطعة الأكريليك. هنا لما صعدتها على الأسنان، فهي منعت الأسنان إنه يصير بها إيربشن، وقفت الإيربشن مات هاي الأسنان. وإن شاء الله هاي الصور لما تكملون المحاضرة راح تفهمون شنو الغرض من هاي الصور. هنا هاي قطعة الأكريليك ممكن إنه بالعكس تساعد لي على ظهور أسنان، يعني هي وقفت هاي الأسنان، هاي الأسنان هنا أنا بعد ما تطلع، لكن هاي الأسنان بعد ما بيها أوكلوجين. واللي شاطر واللي قاري محاضرة التيث إيربشن، قلنا الاسنان اذا راح الاوبوزيت مالتهن وبعد ماكو انتاغونست الهن، شو يصير بيهن؟ يصير بيهن مور ايربشن. شو سمينا هذا الايربشن؟ سمينا ادولت اوكلوزال اكويليبريوم. اذا تتذكروا انه تبقى الاسنان تتحرك، ولما نقلع مثلا نقلع المولر هذا الجوه، هذا الابر مولر يبقى يطلع. بس انا بدل ما اقلع هذا المولر اقدر اوقف الاسنان كلها عن النمو، اخلي لها قطعه اكريليك واخلي هنا يصير سبيس. لما هنا يصير سبيس هذا راح ينمو، وكانه الانتاغونست مالته مقلول. ذني الحركات اللي ممكن يصيرن بالريموفابل ابلاينس جدا مهمات، تحفظوهن كلش مهمات، يعني مرشحات انه يجن بالامتحان. شوفوا هنا أنا مثل ما قلت لكم، على مود اخلي هذا السن يطلع، شوفوا خليت انتيرير بايت بليت قطعة من الأكريليك على الأسنان الأمامية، بحيث ذني صار أكو فراغ بيناتهم. إيش راح يصير؟ راح ذني ينمن أكثر. سؤال،
للشطار طبعا إذا ذني راح يدمن أكثر. هاي الأسنان أو هاي الطريقة أستخدمها لعلاج شنو؟ يعني شنو المشكلة اللي تكون عند المريض اللي أحتاج من خلالها أخلي البوستيرير تيف تنمو بحيث ينفتح الأوكلوجن مالتي؟ جاوبوها أنتم إن شاء الله. Indications for the use of removable orthodontic appliance. شنو الشغلات اللي استفاد من الـ removable appliance فيها؟ أولاً as an adjunct كمساعد to fixed appliance treatment by an extra oral traction. هو يجي مساعد يجي مع الـ fixed appliance كمساعد عن طريق انه يسبب لنا حركات by an extra oral traction to segment of teeth. ممكن انه اربطه على مجموعه من الاسنان واسحب للخارج or an entire arch to help achieve intrusion and or distal movement. هنا عندكم هذا المثال، عندنا هنا fixed orthodontic appliance وهذا الجهاز يطلقون عليه الهيربست ابلاينس، هو ريموفابل ابلاينس يتثبت ما بين الابر 6 واللور 6 بالضبط مثل الدبل مالت السياره، بمثل العتله هنا هاي يتحرك دائما بهذا الاتجاه. هاي ايش راح تسوي؟ راح تخلي المولر مالت الابر يرجع للخلف وتخلي كل الماندبل يتقدم للامام. الحالات اللي يكون عندنا المراجع ب ضعف بالجروث مات الماندبل واحتاج اني ادفع الماندبل للامام على مود اسوي له ستيميوليشن للجروث مالته يندفع للامام، اقدر استخدم هاي الابلاينس. فحقق لي اول نوع انه يكون كومبينيشن ما بين الفيكست والريموفابل. النقطة الثانية اللي أنا بصراحة أعتبرها هي أهم استخدام للريموفابل أبلاينس، Arch Expansion result in moving block of teeth، أوسع الفك. هواية طلاب حالات تجي عندنا أطفال أول ما تبدي الأسنان الدائمية تطلع الآباء يلاحظون إنه الفك العلوي صغير. شلون يلاحظون هذا الشيء؟ لأنه الكناينات لما الماكس اللي يكون صغير الكناينات راح تطلع بكري، فكلش يكون المظهر مالتهم مو حلو. فلما يجينا بعمر ال 12 سنه 13 سنه هو افضل عمر انه نوسع الماكسيلا. اوسع بيمن؟ اقدر اوسع باستخدام الريموفابل اورثودونتيك ابلاينس. اصمم له اني في الجهاز، اني اللي اصممه، ابو المختبر هو اللي ينفذه، مو اخلي ابو المختبر هو يصممه، لازم اني اللي اصممه كطبيب اسنان. شنو الجهاز هذا يسوي؟ يوسع لنا الارتش، يسوي لنا اكسبانشن للارتش. صحيح انه سابق اوانه انه اذكر هاي المعلومه. طلاب اللي قاعد يصير حاليا انه بعض الاطباء الاسنان عندهم انه فكره انه توسعه الارتش ممكن انه تتم بالريموفابل ابلاينس، وطبعا لما اني اوسع الارتش انا راح احصل مساحه كافيه تظهر بيها الاسنان كلها. لكن هاي التوسعه مو باي عمر، يعني ما ممكن مراجع عمره 21 سنه اجي انا اوسع له الارتش، لو عمره 19 سنة يجي أوسع للأرش. إذا تتذكرون أكو سوتشر كان موجود هنا ما بين قطعتين الماكزيلا، هذا السوتشر ينغلق العمر ال 14 سنة، طبعا مو فت لعمر ال 14 سنة، نازل صاعد ما بين الميل والفيميل، العمر ال 14 سنة ينغلق. بعد ال 14 سنة خوف ما ممكن أني أوسع الأرش، ممكن شوية أدفع الأسنان أسوي لهم تلتينج إي، لكن أكبر الأرش ما ممكن بعد عمر ال 14 سنة. فخلوا هاي المعلومة ببالكم طلابنا الأعزاء. النقطة هاي احنا ذكرناها A flat anterior or posterior bite plate أو plane to influence development of segment of teeth and or to free the occlusion with the lower arch. هاي الصورة نفسها اللي راوتكم إياها، وقلت لكم احنا ممكن انه اسوي بلوك امنع مجموعه من الاسنان انه تتحرك بينما اترك فراغات ما بين اسنان اخرى. هاي الاسنان الاخرى اعتمادا على النيتشر اوف تيث واللي هي الاسنان ممكن انه تتحرك مهما كان عمر المراجع
بس مجرد انه اوخر عنها الانتاغونست ممكن يصير بيها ايربشن، فاقدر استغل هاي الفقره. جهاز بسيط كلش، مثلا مراجع عده انتيرير ديب بايت، اسنان الاماميه كلش من الداخلات، اقدر استخدم الانتيرير بايت بلين او بليت على مود افتح البوستيرير تيث واعوفه فد فتره، راح تبدي الاسنان الخلفيه يصير بيها اوفر ايربشن، والى انه يصير بيها اوكلوجن على الوضع حال. يعني على هاي الصوره لو ذني يصير بيهن اوكلوجن، معناها الديب بايت اذا كان اكو انتيرير ديب بايت راح اقدر اعالجه. عالجته بطريقه جدا علميه، اعتمادا على صفات السن نفسها، اعتمادا على الحركه مالت السن نفسها، باقل جهد، باقل تعب للمراجع، باقل اذيه للاسنان. هو هذا جوهر تقويم الاسنان، انه تعالج باقل ضرر، باقل تكلفه ممكنه. بعد ايضا اقدر استخدم الريموفابل ابلاينس بنوع الباسيف. طلاب، احنا قلنا كل ابلاينس سواء كان ريموفابل ابلاينس او سواء كان فيكست ابلاينس بنوعيتين، بي فيكست عفوا بي باسيف وبي اكتيف. الاكتيف هو اللي يسوي حركه بالاسنان، يعني الابلاينس كله يسبب حركه للاسنان. اكو ابلاينس كله يكون باسيف، مجرد انه يحافظ على الوضع اللي موجودين فيه، مثلا كريموفابل ابلاينس. كريموفابل ابلاينس اكو بيها الباسيف هي السبيس مينتينر، واللي هي مشكله الجيل هذا، مشكله الاباء. الاباء ما قاعد يفتهمون انه ما ممكن قلع الاي قبل اوانه. تتذكرون بالايربشن اوف تيث، الاي ممكن يطلع بعمر 11 سنه، 12 سنه، 13 سنه، اكو تفاوت. ما اقدر اجي اقلعه بعمر 9 سنوات. اذا اقلع هذا السكس راح يقعد راحه، ما راح يقعد راحه، راسا راح يصير بيه ميزيال شيفت، ويسودن بالميزيال شيفت لما يبدي السفن يطلع. لما السفن يطلع مثل هاي الصوره، شوف غلق المكان. بعد ممكن الانتيرير تيث اللور بيهن كراودنج، فراح يدف عن ذني للخلف، والنتيجه انه الفايف المقرود ما الى اي مكان. فشلون امنع هذا الشيء؟ اذا اجى المراجع حاولت افهمه انه يحشي الاي خير على خير، ما اقتنع انه نحشي الاي بذاك الوقت، نقلع الاي ولازم نخلي سبيس مينتينر. السبيس مينتينر الشكل خلينا نقول المثالي هو هذا، جدا بسيط. ان شاء الله بالعيادات السنه الجايه نتعلم شلون نسوي سبيس مينتينر، يعني جدا بسيط. فدنو ما ممكن استخدم سبيس مينتينر طلاب، ومنطقه نائيه قاعد تداومون بالقرى والارياف، لا تعوفون المكان فارغ. تقدرون انتم تستخدمون اي نوع واير عندكم وتثبتوه تثبتوه بكومبوزيت منه، وتثبتوه بكومبوزيت منه، وايضا تخلون واير من الجهه الثانيه وتثبتوه بكومبوزيت، وتثبتوه بكومبوزيت. كومبوزيت يعني هو الحشوه الضوئيه على مود يمنع الميزيال شيفت الى انه يطلع السن. المراجع يراجعكم بدنا يشيلون. ايضا اكو نوع ثاني من الباسيف ابلاينس، الباسيف ريموفابل ابلاينس، وهي الاشهر حاليا بالعالم، هي الريتينرات. انت بعد ما تحركت الاسنان بتقويم الاسنان، الاسنان ما راح تبقى ثابته بمكانها. طلاب، المفهوم الخاطئ اللي عند المراجعين لازم انتم تغيروه، انه انت لما تسوي تقويم اسنان هذا هو اسنانك حالها حال الاثاث الموجود بالبيت، لما تغيره من مكان الى مكان انتهت بعد ما راح يتغيرن او يصير ريلابس او يرجع عن الوضع القديم. لا، انت اكو عندك فشي اسمه تشو بالانس، عندك اكويليبريوم افكت، يعني الانسجه التونج تشيك اللبس راح تعوفك بحالك؟ لا، راح تحاول ترجع للوضع القديم. بعد البريودنتال ليجامنت المحيطه بالسن، هاي الصغيرون ال 0.5 بيها مثل الميموري، تحاول ترجع للوضع القديم مالتها. فما ممكن تقويم اسنان بدون ما نخلي ريتينر بعده لفتره يحددها طبيب التقويم حسب الحاله. على مود ندخلكم بالاجواء، اذا كانت الحاله اني عندي مايلد تو مودريت مثلا، واني قالع اسنان، عندي تراكم وقلعت اسنان وعدلت الاسنان البقيه، ما احتاج ريتينر لفتره طويله، لانه اني قلعت غيرت البيئه كلها،
قللت عدد الأسنان. فحتى إذا التنج وتشيك يريد يأثرا ما يقدر يأثرا، لأن أصلا مقلل عدد الأسنان، ما راح يطلع سن إضافي على مود يصير كراودينج من جديد، ممكن يتحركن شوية. لكن إذا أنا عندي كراودينج وحاولت أعالجه مثلا توسعة الأرش، عندي لارج تانج وسبيسنج ما بين الأسنان وحاولت أرجعهن وأغلق المسافات واللارج تانج بقى المسبب بعده موجود، هاي الحالة أنا أحتاج ريتينر لفترات طويلة. عندي ريموفابل وعندي فيكست ريتينر. الريموفابل يجي بشكلين، هذا الشكل الريموفابل ريتينر يجي كريموفابل ريتينر، يجي بهذا الديزاين الحلو، الوان كلش لطيفه، طبعا ما يجي بهذا التوسعه، هذا ما موجود، بس هذا السكرو الغو هو عباره عن ريتينر اللي هو ادم كلاسب على السكس وهولي ارش على الاسنان الاماميه واكريليك بيس. او يجي هذا النوع الشفاف اللي هو بايو ستار، كلش لطيف، يعني الاثنين هن نفس الفائده تقريبا، نفس الفعاليه تقريبا. الريموفابل اللي مصنوع من الاكريليك والواير بعض الحالات يكون ملائم، والريموفابل اللي شفاف في بعض الحالات يكون ملائم. على مود هم ندخلكم بالمود، بالدراسات الحديثه الاخيره البايوستار الشفاف للفك العلوي هو افضل انواع الريموفابل ريتينر، والفك السفلي افضل انواع الريتينرات هو السيم الثابت ما بين الاسنان. هذا احكي لكم اخر بحث، اخر بحوث قبل يومين ثلاثه قريتهن قالن هذا الموضوع. بعد شنو عندنا؟ اللور ريموفابل اورثودونتيك ابلاينس ار ليس ويل توليريتد. استوني قلت لكم بالابر ريتينر نستخدم ممكن ريموفابل او نستخدم الشفاف اللي هو البايوستار، اسمه بايوستار. باللور ما اقدر استخدم ريموفابل ابلاينس، فاستخدم شوفوا هذا السيم الفيكست اللي هو افضل شيء يستخدم مع اللور ارش. ليش انا حاط لكم علامه امبورتنت هنا؟ ليش ما استخدم اقدر استخدم ريموفابل اورثودونتيك ابلاينس باللور ارش؟ لور ريموفابل اورثودونتيك ابلاينس ار ليس ويل توليريتد باي بيشنت ديو تو ذير انكروتشمنت اب اون تونج سبيس، لانه صعبه يتعامل المراجع وياها، صعبه انه يتعلم عليها المراجع كونها راح تتداخل مع اللسان بس فقط. لا، also the lingual tilt of lower molar make retentive clasping difficult. بعد كلمة retentive خلينا نجي ناخذها ونرجع لهذا الموضوع. شنو retentive clasp؟ كل removable orthodontic appliance يتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو الactive part. شوف على مود ما تخبط عندك، احنا عندنا الابلاينس ممكن تكون active وpassive، هذا كموضوع واحد منفصل. الموضوع الثاني المنفصل عن هذا تماما انه الريموفابل ابلاينس اذا كان بها اكريليك وكان بها سيام وهاي الامور تتكون من ثلاث اجزاء. تتكون من الاجزاء اللي مسببه للحركه اللي تسبب حركه الاسنان، اللي هي مثلا السبرينج، شلون الزس سبرينج اللي اشتغلتوه بالكورس الاول، اللي اشتغل مثلا بكل كناير ريتراكتر، اللي اشتغل سكرو او الشاف السكرو، هاي تعتبر اكتف بارت. الريتينتيف بارت طلاب هو الادم كلاسب الاشهر، نار على علم، الادم كلاسب هو ريتينتيف بارت، وظيفته يثبت الجهاز بالماوث، واللي يربط ما بين الريتينتيف بارت ويربط ما بين الاكتف بارت هو قطعه الاكريليك الحلوه اللي هي نصنعها من الكولد كيور اكريليك او الهيت كيور اكريليك، ويفضل صناعتها من الهيت كيور اكريليك. نرجع هسه هنا، شنو اللي يخلي الاداه ما الريموفابل ابلاينس صعب استخدامها باللور؟ لانه تتداخل مع اللسان، لانه المولارات مالت اللور شويه مايلات باتجاه اللينجوال، كون الابر ارش هو المهيمن على اللور ارش، فاللور مولر يكون يصير بهن تلتنج لينجوالي، صعب انه هذا الادمي كلاس بيقعد عليه، صعب يفلت، فالجهاز كله راح يبدي يفلت من حلق المراجع، ما راح يعطي الغرض مالته. Advantage and disadvantage of removable orthodontic appliance، ناخذهم بشكل سريع بني، مهمات انتم تحبون. الادفانتج هو ريموفد فور توث برشنج،
لطيف. باليتال كفرج انكريز انكورج، لما الاكريليك يغطي الباليت راح يعطيني انكورج اكثر، ايزي تو ادجست، وهذا في الشيء بحيث انتم كطلاب السنه الجايه راح تشتغلوه سهل انه تتعامل وياه. ليس ريسك اوف اياتروجينيك دامج. الاياتروجينيك دامج طلاب، كلمه اياتروجينيك معناها ضرر بسبب الابلاينس، معناها بعض انواع الريموفابل او بعض انواع الاورثودونتيك ابلاينس ممكن انه تسبب ضرر، ونوع الضرر هو روت ريزوربشن، وهذا اللي قاعد يصير عند بعض اللي يتخرج. اول ما يتخرج بعد معلومات قليلة يروح يشتغل تقويم، يشد التقويم على الأسنان ويسبب ريزوربشن للروتات لأنه ما يعرف يتعامل مع مقدار القوة اللي يتحملها السن. ممكن نستخدم الريموفابل ابلاينس كبداية لأنه الريموفابل ابلاينس بها less risk of iatrogenic damage، ما يسبب لي دامج مثل الفيكست ممكن، لكن البروفيشنال اورثودونتست يقدر يتعامل مع الفيكست بحيث ما يسبب روت ريزوربشن. اكريليك كان بي ثيكند تو فورم فلات انتيرير اور بوستيرير بايتي بلين. طلاب رجعوا صوره البايتي بلين اللي هي تكون بين الاسنان على مود تفتح الاسنان البوستيرير، واقدر اخليها بين الاسنان البوستيرير على مود تفتح الاسنان الانتيرير. useful as passive retainer or space maintainer، وهاي هم قلناها. can be used to transmit force to a bulk of teeth، اللي هو قصده بهاي النقطة ممكن انه يسوي expansion، انقل القوة لمجموعة من الاسنان، يعني اقدر اسوي arch expansion. disadvantage مالتها، the key word in removable orthodontic appliance therapy is patient compliance، يعني طلابنا الأعزاء اللي يمرض الريموفابل ابلاينس ويخلينا نكره انه نستخدمه، حقيقة كره باستخدامه، يعني ما نستخدمه، هو انه المريض غير متعاون. الطفل العراقي غير متعاون، الطفل العراقي ممكن انه يستخدم الريموفابل ابلاينس كأداة للعب، يلعب بيه يعتبره مثل السيارة، ممكن انه يفشخ بيه اخوه. بعد الآباء اللي قاعد ألاحظه خلال هاي السنوات، ممكن بالسنوات السابقة كانوا الآباء أكثر تفهما لاستخدام الريموفابل أبلاينس. الآباء الجدد بسبب التكنولوجيا، بسبب الاطلاع، كل فكرتهم عن تقويم الأسنان هو المثبتات والفيكست أورثودونتيك أبلاينس. لما تيجي تقول لابنك ما يحتاج فيكس، يحتاج ريموفابل، ما يعتقد بالريموفابل، فما راح يراقب ابنه بحيث يلبسه، وهاي هي المشكلة، انه الريموفابل ابلاينس ما يكون افكتيف مثل الفيكس. بعد احتاج امرار بوديلي موفمنت ما يقدر يحقق لي اياها، لان اونلي تيبينج موفمنت بوسيبل. بعد احتاج ابو مختبر، واين تجد ابو المختبر الجود تكنيشن، وين تلقاه بهذا الوقت؟ ف good technician required، بينما الفيكست انت تشتري المواد انت تثبتها بحلق المراجع. بالريموفابل لا، انت تكتب التصميم، انت تصمم، التكنيشن هو يصنع لك اياه. ممكن انه يتداخل مع الكلام affect speech، واللي منكم مستخدم الريموفابل اورثودونتيك ابلاينس مجرد انه تخليه الريموفابل اول ما تسوي له انسيرشن للماوث، اول ما يبدي انه يتداخل مع السبيتش يبدي صعوبه المراجع يحكي. لكن من الشغلات اللطيفه بالبنك انه عنده قابليه ادابتيشن مع السيتويشن الموجود بيه، فراح ورا ساعتين ثلاثه راح يرجع يحكي بطريقه ملائمه. بعد اكو نقطه هم اضيف لكم اياها ما موجوده هنا، اول ما يلبس الريموفابل ابلاينس يصير عنده هايبر سلايفيشن للمراجع، يقوم هو يطلع سلايفه من حلقه، لانه الدماغ يتوقع انه هذا قطعه اكل فيحاول يهضمها، يحاول يذوبها، بعدين يرجع السلايفه يقل. انتر ماكسيلاري تراكشن مور ديفيكلت، طلاب الانتر ماكسيلاري، هسه المفروض انا ما قلت لكم شنو معنى الانتر ماكسيلاري، احنا ذكرناها بالمحاضره الاولى، عندنا انتر ماكسيلاري وعندنا انترا ماكسيلاري. انترا يعني الف، انترا يعني عفوا اي، هو ما بالارش الواحد، الانتر ماكسيلاري يعني ما بين الماكسيلا والماندبل، فما بين الماكسيلا والماندبل تراكشن مور ديفيكلت، لانه راح يسوي
ديسلوجمنت للابلاينس، الابلاينس راح توقع من حق المراجع. Lower removable appliance are difficult to tolerate وهاي ذكرناها. Inefficient for multiple individual orthodontic tooth movement قلنا احنا ذكرناها، قلنا هو مقروض tipping movement وممكن يحرك block of teeth وممكن يمنع بعض الأسنان من الحركة. هاي طلاب على مود ما تنسون الانتر ماكسيلا ريتراكشن، هذا الانتر ماكسيلا ريتراكشن اللي راح نلاقي موجود بالفيكست ابلاينس، هذا انتر ماكسيلا ريتراكشن بالريموفابل ابلاينس، هذا راح يخلي الابلاينس ممكن تفلت من حلق المراجع. هاي هنا صورة للطفل العراقي او عفوا هو كل الاطفال مو شرط العراقي، كل الاطفال بعمر ال 12 يكونون مهملين نوعا ما. فتخيل انت هيك طفل راح تقول له انت تفرج 3 مرات، هذا الابلاينس تلبسه 24 ساعه، لازم تحافظ عليه، لازم ما يضيع. فاتوقع الشغله يعني صعبه، صعب التعامل مع كل اطفال العالم بهيك عمر. ديزايننج ريموفابل اورثودونتيك ابلاينس، هسه قبل ما نبدي بهذا الموضوع اللي انا اتوقع هو اهم جزء بالمحاضره، اللي من خلال الموضوع من هسه من هاي النقطة إلى أنه نكمل، تحط ورقة وقلم طلاب، لازم نعرف نصمم أبلاينس قبل ما نبدي. كل ريموفابل أبلاينس اللي هي بيها أكريليك لازم بيها أجزاء، بيها ريتينتيف بارت، بيها أكتيف بارت، وبيها أكريليك. هنقول ذن الأساسيات، بعدين طوروهن، ممكن انه اكو جزء من الاجزاء يروح، مثلا استخدم نوع الاكريليك اخليه يغطي الاسنان بحيث ما احتاج الريتينتيف بارت، ما احتاج الادم كلاس او ما احتاج الهولي ارش. المهم على مود الصمم لازم عندك اكتف، اعيدها مره ثانيه، ريتينتيف بارت والاكريليك. General principle هاي ذكرناها، the design of an appliance should never be delegated to a laboratory. delegated بمعنى انه يفوض، ممنوع انه تخلي ابو المختبر هو اللي يصمم الابلاينس، انت تصمم الابلاينس هو يسويه وانت ترجع تخليه بحلق المراجع. فنقرا العباره هاي، the design of an appliance should never be delegated to a laboratory as they are only able to utilize the information provided by the plaster cast، تعاملهم مع الكاست التكنيشن. Success and نجاح depend upon designing an appliance that is easy for the patient to insert and wear and is relevant to the occlusal aim of treatment. يعني هاي اعتقد واضحه، يعني انت على مود تحصل على افضل ابلاينس يكون المراجع يقدر يلبسه، يكون ما تضايق المراجع، ويكون تحقق لي الهدف المناسب والحركة المناسبة اللي هي تقضي لي على المال أوكلوجين اللي موجود. Step in designing removable orthodontic appliance, three components need to be considered for every removable appliance: active, retentive, and base plate. الأكتف كومبوننت طلاب هي اللي يسبب لنا الحركة، واللي هن ينقسم قسمين أو خلينا نقول ثلاثة. الأول هو السبرينج، اللي هو الزت سبرينج، الريكيرف زت سبرينج، الفينجر سبرينج، البكال كناير ريتراكتر، والتي سبرينج. أعتقد ذني أنتم ماخذينهم بالعمل. وذني السبرينج، السكرو واللي هو الجاك سكرو اللي يحرك لنا بالك اوف تيث، مجموعه من الاسنان، واعتقد الالاستيك اذا مذكوره، ما اتذكر مذكوره بهذا الجزء او ما مذكوره. هسه نشوف، نبدي ويا السبرينج. سبرينج ار موست كومنلي يوزد اكتف كومبوننت، مو مهم هسه هاي المعلومات هنا. In designing a removable orthodontic appliance, it is essential to know the uses of each spring. استخدام كل واحد من ذني السبرينجات. Mode of action, mode of activation, and if available, its modification. هسه نجي خلينا نتذكر، الزت سبرينج يقدر شو يسوي؟ يحرك لنا سدن واحد تيبينج موفمنت.
الريكيرد ذا سبرينج ممكن انه يحرك لي سنيا اربع اسنان هم تيبينج موفمنت، مثلا باتجاه الليبيال سيرفيس. ليبيال، ركزوا ليبيال، ما اقول بكال، البكال لازم استخدم غير ابلاينس. الليبيال على الاسنان الاماميه اذا اريد احرك سين استخدم الزي سبرينج، اذا اريد احرك اكثر من سين سنين ثلاثه اربعه من الانتيرير استخدم الريكيرف زي سبرينج واللي هو عباره عن زتين. الفينجر سبرينج احرك السن ميزيالي وديستالي واللي يعتبر ابسط انواع السبرينج واللي اندثر استخدامه حاليا بصراحه. البكل كناير ريتراكتر شويه معقد نوعا ما، ما قاعد اشوف حاليا اكو اطباء تقويم يستخدموه، اللي هو ممكن انه يحرك لي الكناين ديستالي ميزيالي، ايضا ممكن ينزل لي الكناين للاسفل. واخر شيء اللي يحرك الاسنان بكالي البريمولر والمولر هو التي سبرينج. التي سبرينج هو نفس الزد سبرينج بس يشتغل على الاسنان البوستيرير. There are several types of active spring like Z spring, recurved finger, buccal canine retractor, and T spring. A spring is adjusted to ensure that the point of application will give the desired direction of tooth movement. العبارة اللي هنا اللي حاطين علامة مهمة على مودها. The farther the spring is from the center of resistance of tooth, the greater the degree of tilting. احنا خلاص احنا قلنا اصلا السبرينجات كلها هي تسوي لنا تلت تيبينج موفمنت تلتينج موفمنت، يعني تحرك الكراون بجهه وتحرك الروت بجهه. للتذكير طلاب السنتر اوف ريسيستنس اللي يعتمد على طول الجذر، ايش قد يحيط بيه عظم، عدد الجذور، رجعوا للمحاضرة مات البايوميكانيك، عادة يكون منتصف الجذر، هنقول بمنتصف الجذر. احنا على مود نحرك السن تيبينج موفمنت لازم بمنطقة بعيدة عن السنتر اوف ريسيستنس. فذا فاردر ذا سبرينج از فروم ذا سنتر اوف ريسيستنس ذا جريتر ديكري اوف تيبينج، فاحاول اخلي السبرينج بهذا المكان على مود يحقق لي التيبينج موفمنت. هاي احفظوها، كل علامة important خطرة معلومة مهمة احتمال تجيكم بالامتحان. لكن يقول لك انت لا تخليه كلش قريب على الجنجيفا لانه ممكن انه يسبب لي تروما للجنجيفا. Therefore a spring should be adjusted so that it is as near the gingival margin as possible without causing gingival trauma. خلصنا السبرينج، نجي للسكرو. هذا السكرو طلاب هو أشهر سكرو حاليا مستخدم، مستخدم هذا السكرو وبشكل واسع جدا، كلش واسع الانتشار، واسع الانتشار عندنا حاليا ومستخدم لحد هاي اللحظة. Screw are active components that are used to provide intermittent force. ما يدقوش شنو الانترميتنت فورس بس مهمه، يعني خاف تجيك بالامتحان يقول لك السكرو هو يعطي continuous force، يعطي interrupted force، لا هو يعطي intermittent force كونه جزء من الريموفبل ابلاينس، والريموفبل ابلاينس ينشلع من حلق المراجع ويرجع فيسبب لنا intermittent force يعطينا. Screw can be used to bring about various kind of orthodontic tooth movement. A screw consists of rod with left and right hand thread. جزئين بي، كل جزء من ذن الأجزاء بي برغي، وذن البراغي بيهن أكو صمونة بالوسط، هاي الصمونة بيها مثل الفتحة مثل الجك مات السيارة. هاي لما أخلي هنا الكي أخلي حديدة وأنزلها، هاي الجزئين راح يبتعدن عن بعضهن البعض. كل تنزيلة هي تمثل ربع دورة، يعني أربع تنزيلات أربع تحريكات يلا أحصل دورة واحدة كاملة. هذا هنا مهم. When the screw is turned, the two parts of the base plate separate and put pressure on teeth. لما أنت تجي تفتح السكرو راح يفتح الجزئين مالت الريموفابل أبلاينس، راح يضغطن على الأسنان، راح يحركن الأسنان. A wide variety of orthodontic tooth movement are possible based on the location. شوف شنو الحركات
أحرك الأسنان للأمام، أحرك الأسنان بكالي، أحرك الأسنان ميزيالي وديستالي، يعتمدن عليمن يعتمدن على هذا الشيء. Are possible based on the location of screw. السكرو هنا بالأعلى، السكرو بالأسفل، السكرو ما بين يعني خلينا نقول جانبي لهاي الجهة أكثر من هاي الجهة. number of screw، عندك سكرو واحد بالأعلى، عندك سكروات اثنين. and the location of split in the plate. السبلت هو الشق، يعني هاي البليت الشق يكون هنا، الشق يكون هيجي، الشق يكون بهاي الجهة. مكان الشق، مكان اللي يقعد بيه السكرو هم مؤثر جدا. هاي مهمة جدا، مهمة المعلومة، خلينا نوضحها أكثر. هسه إذا كان عندي، شوف خلينا نجي لمكان الشق مالت الأكريليك. إذا كان بالمنتصف راح يحرك لي ذني الجزئين بالتساوي. إذا كان مائل لوحدة من الجهات هذا الجزء أكيداً إنه يتحرك أكثر من هذا الجزء، لأنه يندفع أخف أقل بون بي. لو كان السكرو هنا هم راح يتحرك لاترالي؟ لا، هذا راح يحرك المن، يحرك للأعلى. فمكان السبليت أوف بليت مهم جداً. عدد السكروات، إذا سكرو واحد فوق ممكن يكون ضعيف، إذا سكرو فوق وسكرو جوا يكون أقوى الحركة، أكثر الحركة. مكان السكرو هم مهم، يعني السكرو إذا كان هنا ممكن إنه يحرك للجزئين بالتساوي، لكن السكرو إذا كان بالأسفل الحركة راح تصير مثل حرف الثمانية، الأجزاء البوستيرير، أجزاء المولر راح تتحرك أكثر من الأجزاء الأنتيرير، لأن السكرو أقرب إلهم. فمكان السكرو أيضا مهم. طلاب هاي المعلومة جدا مهمة، احفظوها. Advantage of screw over spring. خلينا نشوف. Easier to manage than this with spring. Activated by the patient at regular interval using a key. يقدر المريض يفتحه بشكل منتظم وعنده مفتاح خاص يفتح بيه. Fewer tendencies to get dislodged. صراحة هاي المعلومة صحيحة، لأنه السكرو بعيد عن الأسنان أكو عندي هواي retentive part، أقدر أستخدم السبرينج، لا يكون كلش قريب على الأسنان وممكن يطفر، فالديسلوجمنت بالسكرو أقل. Force generate can be controlled. مقدار القوة، نوع القوة أقدر أسيطر عليه، بشقد أفتح، مثلا أفتح كل يوم مرة، أفتح بالأسبوع مرتين، أفتح بالأسبوع 3 مرات، أسوي ربع دورة، أقدر أتحكم بمقدار القوة. هذا طلاب الكي اللي يتخلى، شوفوا شلون يتخلى هنا وحسب اتجاه السهم. إذا يقول لك السهم للأعلى فأنت من الأسفل تفتح للأعلى، هذا راح يعطيني 0.25 ملي، ربع ملي. أو بالعكس السهم إذا كان للأسفل فأنت من الأعلى للأسفل تفتح حسب اتجاه السهم. Activation، هذا موضوع أيضا مهم بالسكرو. Activation may be done either once or twice a week or more frequently. لازم تحفظون إيش قد تسوون Activation للجاك سكرو. هل تسوون مرة؟ يعني لازم أكو رينج اللي هو هنا. Depending on the type and amount of orthodontic tooth movement required, ideal، أهم شيء ذكرون لكم ideal بالامتحان، ideal orthodontic tooth movement is achieved by turning the screw a quarter turn، يعني دور واحدة، حركة واحدة، every 3 to 7 days، كل 3 أيام إلى 7 أيام أفر فرة واحدة. خوش، هاي الفرة قد مقدارها؟ هم جدا مهم أحفظ الرقم. Most screw produce 0.2 0.25 مليم. طلاب طلاب السنة السابقة لما ما كان امتحان وزاري جبت لهم 0.2 to 0.25 متر، كلها كتبة صحيح، هو مليمتر. فمهم هاي المعلومات، مهمة انه تحفظوها.
Three type of orthodontic tooth movement can be brought about by screw appliance. شنو الحركات اللي ممكن يعطينا اياها؟ اولا الارch expansion، وحاليا اتوقع بعد الشرح اللي شرحناه كنا متفقين انه هو يسبب لنا arch expansion. بعد labial and buccal movement، اي صحيح، اذا اخلني السكرو مثل ما تتذكرون هنا راح يسوي لي labial movement، اذا اخلي قريب على هاي الجهه او استخدمه بعمر، شوف اذا اربط المعلومه، شوف استخدمه بعمر بعد ال 14 سنه لما السوتشر اللي بين الماكزيلا ينسد اقدر استخدمه اسوي شنو؟ بكال موفمنت فقط، يعني مو ارش اكسبانشن. اكو فرق بين الارش اكسبانشن واكو فرق بين البكال موفمنت، لاني مو نفس الشيء. الارش اكسبانشن قاعد اوسع عظم العمر ال 14 سنه لما السوتشر بعد ما ينفتح بعد ماكو توسع. البكال موفمنت قاعد احرك اسنان، من الممكن الاسنان بيها بوستيريور كروس بايت، الاسنان دنتال بوستيريور كروس بايت اكو بيها وداخلات للداخل واريد ادفعها للخارج، ما اقدر استخدم فيكس، ما اريد استخدم فيكس، ما عندي اصلا فيكس، اقدر استخدم ريموفابل ابلاينس، بس اخلي ببالي بعمر ال 19 بعمر ال 20 بعمر ال 21 ترى راح يصير عندي اني فقط بكال موفمنت. بعد ممكن اخلي الابلاينس ما بين الاسنان واحرك ميزيال وديستال موفمنت، وهذا ايضا شائع حاليا. هاي كلش مهمه، علامه الامبورتنت موجوده ذني كلش مهمات. تمام. من الاكتف بارت، ايضا من الاكتف كومبوننت بالريموفابل ابلاينس هو الالاستيك. These elastic are usually classified by their size. يعني ذني حطوهن ببالكم انه 1 إلى 8 إنش، 3 إلى 4 إنش، هاي القياسات من إلى. المعلومة اللي شوية مهمة، selection of the appropriate size and force is based on مات الإلاستيك، الحجم الملائم والقوة الملائمة is based upon the root surface area of the teeth. السن اللي أحركه جذر، جذرين، 3 جذور وهكذا. Elastic are routinely used in conjunction with fixed appliance. صراحة هاي المعلومة بصراحة يعني مهمة. احنا عادة الإلاستيك طلاب نستخدمها مع الفيكست، قليل جدا استخدمها مع الريموفابل، ممكن استخدمها مع الريموفابل لكن قليل جدا. خلصنا الاكتف كومبوننت، راح ندخل بالريتينتيف كومبوننت. شنو فائدة الريتينتيف كومبوننت طلاب؟ الريتينتيف كومبوننت هي اللي تكمش الابلاينس وتخليه يقعد بمكانه. اشهر ريتينتيف كومبوننت هو الادم كلاس والهولي ارش. الادم كلاس بيستخدم على الاسنان البوستيرير 4 و5 و6 و7 ممكن. الهولي ارش يستخدم على الاسنان الانتيرير من الكناين للكناين، اثنيناتهم يطني فد ريتينشن، يطني ثبات للريموفابل ابلاينس. This component help, a retentive component, this component help to retain the appliance in place and resist displacement due to active component. يعني الاكتف كومبوننت هي تحاول تخلع الابلاينس من الماوث، الريتنتيف بارت هي اللي راح تثبته. جود ريتينشن ويل هيلب بيشنت كومبلينس انكورج اند اورثودونتيك توث موفمنت. يعني وين انه الابلاينس ثابت بحلق المراجع وما يتحرك، وين الابلاينس يرقص بحلق المراجع، يعني فوق ما هو انترميتنت فورس، فوق ما انه اتعامل ويا تشايلد، فوق ما المراجع انه راح ينزع الابلاينس، الدور الابلاينس ما ثابت، معناها نقطة تسليط القوة ما ثابتة. واحنا قلنا من اهم عامل من عوامل الحركة تكون مضبوطة بالسبرينجات كلهن، انه السبرينج ينثبته بمكان بحيث يسلط قوة قريبة على الجنجيفا ويا لاين اوف، يعني ويا اللاين مات الجنجيفا او الميوكوزا بدون ما يسبب لها تروما. شلون اذا هو صاعد نازل ويتحرك وكل ساعه وطخ الجنجيفا وسبب لي تروما لانه يتحرك بحلق المراجع، فبدون ريتينتيف بارت ما ممكن ينجح الريموفابل ابلاينس.
Retentive component are a very important part of removable orthodontic appliance for the following reason. Active force from both spring screw and elastic can displace the appliance and make it ill-fitting. ذن الحبشكلات اللي قلناهن كلهن اللي هن يسببن حركة بالأسنان هن يحاولن إنه يخلع عن الأبلاينس من الماف. A loose fitting appliance is uncomfortable and if it is continually moving in the mouth, it can lead to metal fatigue and failure. ذكرنا إنه الأبلاينس إذا ما يعني إذا ما ثبت ما راح يعطي الفعالية مالته، أيضا يكون مو مريح للمريض. تخيل المريض اللي يسولف قصة هذا يفلت. بعد المتر الأجزاء الحديدية هاي راح تتحرك، ولما تتحرك احتمال الطب. Because of the above reason, patient compliance will be poor. لما الأبلاينس يتحرك، الأبلاينس لما ما يكون ثابت، فالمريض بعد ما يستجيب للأبلاينس بشكل ملائم، وبالتالي ما راح يستخدم الأبلاينس بشكل كافي، وما نحقق النتيجة من هذا الشيء. شنو هي requirement of ideal clasp؟ السبرينج طلاب، السبرينج عادة تكون active component بينما الكلاسب تكون retentive. أنواع الكلاسب: C clasp, N pull clasp, Delta clasp, Adam clasp. ذن هي دائما كلمة clasp معناها retentive part. شنو الـ requirement of ideal clasp؟ easy to fabricate بحيث انتم الطلاب اللي تقدرون تسووه بالمختبر مالتكم. provide adequate retention لازم يكون ثباته عالي. not interference with occlusion ما يتداخل مع الاطباق، اريد اكل براحتي اني، اريد اغلق الفم مالتي وعوفك ما اكل، اشلع الابلاينس واكل، اريد اغلق الفم، اريد ابلع، لانه مع كل بلع راح يصير عندي اوكلوجن لحظه اذا تتذكرون ذكرناه بالمحاضرات السابقه. كل اطباق لازم انت ويا كل بلع تطبق شويه، ويا كل طبقه هو الجهاز فلت من حلق المراجع. should not apply active force هو ريتينتيف، ما له علاقه بالاكتيف. يعني هذا الادم كلاس يكون ما يغير لي مكان السن. able to use on both full and partially erupted teeth لازم اقدر استخدمه حتى على الاسنان اللي بعدهما ما طالعه كلش. no impingement of soft tissue وبعد والاهم انه ما يسبب لي تروما للسوفت tissue. different type of clasp هنا طلاب different type of clasp used include circumferential C Jackson full clasp Schwarz and south end clasp and هاي العبارة مهمة and most commonly used clasp هو الادمز كلاسب. ادمز ماشي على العالم مالته اللي اخترعه. ناخذ الادم كلاسب. ادم كلاسب اللي اشتغلتوه ان شاء الله بالمختبر، اعتقد هاي الايام انتم بلشتوا تشتغلون الادم كلاسب. It was designated to engage the undercut present on a fully erupted first permanent molar. يعني هذا الميزة مالته يحتاج fully erupted، لازم السن يكون كلش طالع وكامل. يا سن عادة الـ upper 6 والـ lower 6 fully erupted first permanent molar. قياس الواير اللي يصنع من عنده هو 0.7 ملي ستينلس ستيل واير، ولازم يدخل ميزيالي وديستالي بهاي الفتحات الميزيالي والديستالي تقريبا 1 ملي. إذا استخدمنا الآدم كلاس ممكن استخدامه على الكناين، ممكن استخدامه على البريمولر، ممكن استخدامه على السنترال انسايزر، وأيضا ممكن استخدامه على الديسيديوس تيث، لكن يتغير قياس الواير المصنع إليه من 0.7 غليظ أغلظ ستينلس ستيل إلى 0.6 مليم ستينلس ستيل واير. هاي المعلومة دير بالكم منها خاف تجيكم بالامتحان. شنو الشغلات اللي تخليني اني احب استخدم الادم كلاس كريتنتيف بارت؟ The reason for the popularity of the adam class شنو هي؟ اولا extra oral traction labial bow buccal spring can be soldered onto the bridge of the clasp. تذكرون احنا قلنا الكلاسب يحتوي على رو وبريدج. هذا البريدج الموجود هنا
اقدر الحم عليه تيوب، اقدر الحم عليه سبرينج، اقدر اثبت عليه اي شيء اريده. هذه يعطيني فد ميزه اضافيه، ميزات اضافيه. شوف شلون هنا أنا ملحوم عليه هوك، هنا أنا مثبت عليه سبرينج ثاني يشتغل على الاسنان، هنا أنا مثبت عليه تيوب. Hook or coil can be fabricated in the bridge of a clasp during construction. Double clasp، أقدر أربط سنين في آن واحد، يعني أسوي آدم كلاسب هو على السكس ويا على الفايف، يعطي فدريتيشن أكثر. Double clasp can be constructed which straddle two teeth. Straddle يعني تمتضي، يعني تركب، تقعد على سنين. كلش ممتاز هذا الشيء. The Adam clasp has a lot of advantage over other clasp. Which are شوية الموضوع بلح أكثر من اللازم لكن بيخالف. شنو اللي يميز الآدم كلاس عن البقية؟ Simple, strong and easy construct. ذكرناها. Excellent retention. ذكرناها. Can be used on any tooth. قلنا central, premolar و molar. على المولر 0.7، على السنترال والبريمولر 0.6 مليم ستانلس ستيل واحد. It is neat and unobtrusive. هو مرتب ومو مؤذي، غير مزعج. It is neat and unobtrusive and it make an appliance easy to insert and remove using the bridge of a clasp. هاي هنا أنا حبيت هالمعلومة هاني، لأنه مصنوع من واير 0.7 ولأنه يكون قوي، فدائما احنا نقول للمراجع اذا تريد تنزع الجهاز مو ثابت بحلقك، اذا تريد تنزع الجهاز خلي ايديك على البريدج مالت الادم كلاس وادفع، راح يفلت الجهاز. ولما تريد تثبته تقدر بالبدايه تثبته من البريدج، فهاي يعطيني فد فشي مفيد للي. Good patient compliance as it is comfortable to wear and resist to breakage. قوي، يقاوم انه ما ينكسر، ومريح ونيت، شكله مناسب ومرتب وغير مزعج، ويقدر يفيدني انه اشلع الابلاينس من خلاله واقدر اثبت الابلاينس ايضا من خلاله. It can be used on both deciduous and permanent teeth. هاي هم ذكرناها. Number of modification enable. It is used in a wide variety of appliances. وهاي ايضا ذكرنا. اقدر اخلي عليه هوك، اقدر اخلي عليه تيوب، اقدر اخلي عليه سبرينج، سولدرد على البريدج مالت. فشي كلش لطيف. شنو اخر شيء؟ No special instrument is required for its fabrication. واعتقد اللي الطلاب اللي اشتغلتوه انتو بالمختبر احتاجيتوا شنو؟ احتاجيتوا بلاير وواير فقط، ما بيفد اكويبمنت مثل باقي الكلاسبات، مثلا البول اند كلاس بيحتاج فد ديزاين معين، شغل معين، فد مهاره معينه، هذا لا. هنا الموضوع المهم، احنا عرفنا انه اساس الريتينتيف ابلاينس على البوستيرير تيث هو الادم كلاس، لكن الادم كلاس من الكناين للانتيرير مو كلش مستحب استخدامه، نستخدم من الممكن ابلاينس ثاني. شنو هي الابلاينس؟ هو الهولي ارش، عفوا مو ابلاينس، وانما نستخدم في بارت ثاني هو الهولي ارش. On the other hand, different method for anterior retention including labial bow اللي هو اسمه الهولي arch. هذا المفروض تشتغلوا بالكورس الثاني او اشتغلتوا. Fitted labial arch and south end clasp are used اللي ما لكم علاقة بهن، هو الهولي arch تستخدموه للانتيرير. The later is designed. The holy arch is designed to utilize the undercut beneath the contact point between two incisors. It is usually fabricated in 0.7 mm hard stainless steel wire. All are useful for anterior retention. طلابنا الأعزاء، إذا أقول لك صمم لي appliance وأحتاج من عندك تعطيني anterior retention، خلي الهولي arch اللي هو هذا واضح بالصورة من الكناين إلى الكناين يكون جدا كافي، وخلي لي آدم كلاسب على السكس راح يكون جدا كافي يعطيني الفعاليه الملائمه. خلصنا الاكتف بارت، خلصنا الريتنتف بارت، فقط ان البيز بليت شويه محاضره طويله لازم نفصلها بشكل ملائم. البيز بليت ايضا بمعلومات كلش هواي ومعلومات مهمه.
البيز بليت هي قطعة الأكريليك اللي راح تربط لي الأكتف مع الريتنتف، واللي ممكن إنه مصنعة من هوت أو هيت كيور أو كولد كيور. The individual component of removable orthodontic appliance are connected by a رابط اللي يسوي لنا connection by mean of an acrylic base plate which can be passive or active component of appliance. هاي الأكريليك إذا مجرد إنه تربط لي المكونات مع بعضها البعض راح تكون passive. إذا أسوي بيها فد موديفيكيشن، إذا أغير بيها بحيث إنه تسبب لي حركة بالأسنان أو حتى حركة بالآرش، وراح أراويكم تحرك لي الماندبل كله للأمام، تفعل الماندبل كله للخلف، فهي صارت أكتف بارت. It act support for pressure source and distribute the reaction of this force to the anchorage area. هي لما يصير عليها ضغط راح تنقل الادم كلاس، بالادم كلاس راح ينقل الاسنان. قلنا هي مصنعه من الهيت كيور او الكولد كيور، ويفضل تصنيعها من الهيت كيور. اقرا لكم ذني الثيكنس مالتها مهم، خاف يجي بالامتحان. It should be a minimum thickness to be comfortable to the patient, as minimum as possible. A single thickness of wax 1.2 to 2 mm is sufficient in the upper plate, in the upper base plate. النقطه الثانيه هنا شويه مهمه. In maxillary arch، بالماكسيلا هي تمتد مثل حاله حال الكومبليت دنتشر، بالماكسيلا هي تغطي البليت كله على مود تعطيني انكورج. بالماندبل لان اكو تانج والان اكو فيسل، ما اعرف فيستبيول يمكن اسمها، واكو سوفت تشو تتداخل وياها، مو فيسل عفوا فيستبيول، فراح يكون شكلها يو شيب على مود ما تتداخل ويا اللسان. شنو الموديفيكيشن اوف بيز بليت؟ اثنين. الموديفيكيشن اوف بيز بليت هي انتيريور بايتي بلين الفلات والانكلايند والبوستيريور بايتي بلين. هنا أنا شويه الموضوع طلاب مهم، رجاء ركزوا وياي. يعني الانتيريور بايتي بلين ذكرناه بدايه المحاضره، بعض الاحيان بحالات الديب بايت احتاج انه الاسنان الانتيريور افتحهن اثبتهن عفوا، بحيث الاسنان البوستيريور راح يصير اكو مسافه بيناتهم، هاي المسافه تسبب لي ايربشن للاسنان وراح تطلع الاسنان وبعدين الديب بايت ينحل. ذكرته هذا لما استخدم فلات انتيريور بايت بلين. اكتب له مثلا ادم كلاسب اون 6-6 هولي ارش فروم كناين تو كناين and anterior acrylic base plate and a flat anterior bite plane. واحدد له اقول له من الكناين للكناين او من الفايف للفايف، بحيث ال 6 وال 7 وال 8 يبقى فري. هذا البقاء الفري مالتهم راح يسوي به شنو؟ يسوي به ايربشن. بعض الاحيان لا طلاب، اخلي بيها ميله، اخلي بيها انكلاينيشن. يعني لاحظ لي هنا هاي فلات، هاي بها انكلاينيشن. هذا المراجع لما نريد يطبق، هسه انت لو تجيب قلم وتخليه بين اسنانك الاماميه خليه عدل، هاي هي فلات انتيرير بايت بلين. خلي القلم بشكل مائل بزاويه، راح اشوف اذا نزلت القلم من الامام راح يدفع الماندبل مالتك للخلف، واذا صعدت القلم من الاعلى انت وعار عليه راح يندفع الماندبل مالتك للامام. فنفس الشيء نفس الحاله، هاي الاكريليك وكانه قلم محطوط بين الاسنان. لما القلم مو بهاي الطريقه هاي الاسنان لما تتحضن لورا راح تزحلق وتندفع للامام. هذا يعتبر فد جروث موديفيكيشن، جروث ستيميوليشن، راح يحفز الماندبل انه ينمو اكثر. بعض الاحيان هذا شوف اذا مايله بهذا الاتجاه يدفعها للامام، والعكس اذا لا مايل بعكس الاتجاه راح يخلي الماندبل يندفع للخلف، وبالتالي يمنع نمو الماندبل بشكل مريح. هذا اعتبر اكتف بارت، هذا مو باسيف، هذا اكتف. بوستيريور بايت بلين
البوستيرير بايتي بلين بالضبط هي عكس فكرة الانتيرير بايتي بلين. البوستيرير بايتي بلين استخدمها على مود اثبت الاسنان البوستيرير، على مود الاسنان الانتيرير تكون براحة متحركة. استفاد من حالة البوستيرير بايتي بلين لما عندي كروس بايت، انتيرير كروس بايت. يعني شنو عندي انتيرير كروس بايت؟ يعني عندي سن هذا الابر قاب لجوه وهذا اللور. جيت انا اقول لك مثل ما قلنا بالمحاضره، قلنا طلاب طلعوا لنا هذا السن لبرا، خلوه طبيعي، خلوه يكون بهاي الطريقه. خوش، شلون هذا؟ مو هذا اذا اخليه لهنا زد سبرينج، خلينا زد سبرينج عليه، خلينا ادم كلاس على السكس، وهذا لما يتحرك قاعد يدق باللور. لازم ايش اسوي؟ لازم افتح الاوكلوجن، استخدم بوستيرير بايتي بلين بحيث ينفتح الاوكلوجن على مود هذا السن يقدر يعبر ويطلع للامام بدون ما يتداخل مع اللور. هذا اهم استخدام للبوستيرير بايتي بلين. اخر موضوع عندنا ديليفرينج، يعني هن اخر موضوعين، عم نكون دقيقين، اخر موضوعين بالمحاضره هن الديليفرينج اوف ريموفابل ابلاينس والبروبلمز اللي تصير. Delivering of removable appliance. أول شغلة أريد أحكيها وياكم بالعامية مثل ما يقول، لأن هذا الموضوع أنا بالنسبة إلي مهم، بالنسبة إلي مهم إنه الصعدون للمرحلة القادمة. أنتوا لما تجون تصممون، تعرفون تصممون الأبلاينس، لما تجون تريدون تخلون الابلاينس بالبيشنت ماوث، تعرفون شلون تتعاملون ويا الابلاينس. يعني مو هو راح يجيك الابلاينس الاكريليك محطوط بمي وبتشيس، شنو اول شغله تسويها؟ اول شغله مو قبل تجيب المراجعه تقعده تفتح التشيس تطلع الابلاينس تخليه بحق المراجع، ما عندنا هيك شيء، لا غلط. اول شغله تسويها انه تجيب الابلاينس تطلعه من المي، ويفضل انه يكون موجود بمي. وللتذكير هاي معلومة بالمرحلة الثانية نعطيها بالدنتال ماتيريال، الأكريليك يمتص المي، الأكريليك عيبة المادة الأكريليك العيب اللي بيها يصير بيها شرينكج تتقلص. اللي يعوض الشرينكج انه تمتص مي ويصير بيها اكسبانشن، فبالتالي تبقى محافظة على حجمها لما تكون بوسط رطب. هذا الأكريليك، هاي معلومة لكم. لذلك الاكريليك اي ابلاينس مصنوع من ماده الاكريليك يفضل انه يتخلى بمي، مو الفلكسيبل، الفلكسيبل مصنوع من غير ماده، لا احكي على الاكريليك. فاجاني الابلاينس اول شغله اسويها اروح للمغسله اكمش هذا الابلاينس اغسله بالزاهي، مثلا فرشه مات اسنان نظيفه انا عندي غير مستخدمه انظف بيها الابلاينس، هاي اول نقطه. بعدي اخلي الابلاينس بديس انفكتنت، ارشه بكحول واعوفه فتره وارجع اغسله مره ثانيه بمي نظيف مي ار. كملت اول مرحله انشفه، اثبته بحلق المراجع؟ لا بعدني ما اثبته بحلق المراجع. اجيش اسوي؟ اشيك الابلاينس. شوف هنا انا prior to placing any minute pimple، pimple يعني بثور، حواف حاده، شغلات مزعجه، لازم اجي انعمها، اجيب اصبعي اني امشي على كل الابلاينس من كل الجهات، اتاكد انه الابلاينس ناعم، اتاكد الابلاينس ما بي شحفوره. البيمبل هي شحفوره سببها انه اكو فراغ بوروسيتي صايره بالكاست، فتصير هي هاي الشحفوره، هاي تملخه للمراجع تمليخ. لا انظفه، اتاكد من عنده، انعمه، والدور اثبته بحلق المراجع. ولازم المراجع بعد اسبوعين الى 3 اسابيع من الانسيرشن يجي. خلصنا هذا اول جزء. شنو الانستركشن اللي اعطيها للمريض؟ هسه المريض لبس الابلاينس النظيف الحلو اللي ما بيه اي مشكله، ورا ما لبسناه وتاكدنا انه الابلاينس مناسب، الدور اسوي اكتيفيشن للادم كلاس، اسوي اكتيفيشن للسبرينجات اللي عندي. الدور ابدي اعلم المراجع، اجيب مرايه واقعد المراجع واقعد ابو المراجع يمي واقعد اشرح لهم. اول شيء اعلم المراجع كيف انه يلبس الابلاينس وكيف انه ينزع الابلاينس، واخليه يكرر هاي العمليه قدامي قدام المرايه،
واخليه مو ينزع الابلاينس، اخذ الابلاينس من عنده افره اغير اتجاهه واعطيه اياه معكوس على مود هو يشوفه يعدله ياخذ شكل الملائم ويثبتها بحلقه. فمرتين ثلاثه، هسه احنا بعصر الموبايل والتصوير اقدر اخلي الابو يصور طريقه الانسيرشن والريموفينج، واهم نقطه اقول له يستخدم البريدج مالت الادمي كلاس اذا كان موجود عند ادمي كلاس للريموفينج والانسيرشن. بعد لازم انا هاي العباره هنا أنا مكتوبه 24 ساعه، انا عبارتي الشهيره مع مراجعين الريموفبل ابلاينس اقول له لازم تستخدم الابلاينس 25 ساعه باليوم. هو اليوم 24 ساعه، انا اخليه يستخدمه 25 ساعه، بمعنى اقصى مده ممكن يستخدمها يستخدم. الغرض انه احوله من انترميتنت الى كونتينيوس قدر الامكان. ولازم ينزع الابلاينس ويفرجه على مود ما يتجمع، لانه الاكريليك من عيوبه انه يكون ببوروسيتي الاكريليك فيز بليت، فمن الممكن انه يسبب له فطريات ويسبب له اريتيشن. بعد اضيف لكم نقطه اضافيه بالاكريليك، اكو بقايا مونومير تصير بالاكريليك، ماده المونومير السائل بقايا، ولا سيما اذا صنعت الريموفابل ابلاينس من كولد كيور تكون نسبه المونومير عاليه. هذا المونومير هو مهيج اريتنت، فبالبداية ممكن يسبب تحسسات واحمرار للثة، بعد ذاك الوقت تطيح علاج وتخليه يفرج. شنو بعد عندنا من الشغلات المهمة؟ أي طبعا ينظف الجهاز، يتأكد إنه من عنده ما بيشيل، يغسله. النقطة المهمة، أي دمج يصير بالأبلاينس أو ألم يصير عند المراجع لازم مباشرة يقضي خبر لطبيب التقويم. common problem during treatment، هذا فد موضوع لطيف. شنو الشغلات المشاكل اللي ممكن ترافقني باستخدام الريموفابل ابلاينس؟ الريموفابل ابلاينس هل هو في شيء مثالي ما بي مشاكل؟ لا، بي مشاكل حاله حال الفيكست. اولا slow rate of orthodontic tooth movement، normally orthodontic tooth movement should produce at approximately 1 مليم per month in children and slightly less in adult. If progress is slow, check the film. هذا اللي انت تشيكين، خاف الابلاينس ما السبرينجا ما قاعد عدل، خاف ما قاعد يسوي اكتيفيشن مضبوط، خاف ما قاعد يلبس الجهاز، لكن عموما الحركه هي 1 مليم للاطفال، اقل للادلت. Frequent breakage of appliance، وهاي كارثة الريموفابل appliance اللي ما تخليك تحب الريموفابل appliance، انه ورا اسبوع والله راح للمدرسة وكلى مسقولة من الحانوت، اشترى 10 مسقولات بربع من هاي المسقولة اليابسة، قرطها كسر الابلاينس، ترجع التتعيد. طبعا هاي اذا تحرك له 10 المليم خلال هذا الاسبوع راحت ال10 المليم، صار اليابس، وهكذا تبقى انت. فانت الحركه اللي ممكن انه تحركها بالفيكست بشهر تحركها بالريموفابل ب8 اشهر، بسبب انه المراجع مو متعاون. هم ذني النقاط لازم تشيكون لما يصير عندك بريكج للابلاينس، الانكورج لوس اذا الجهاز قاعد هواي يفلت من حق المراجع، ممكن انه المراجع ما قاعد يلبس الجهاز بشكل متكرر، ممكن انه الاكتف والريتنتف بارت مالت الابلاينس هو عاوجها ينعوجن، فلازم اني ايضا اتشيك. باليتال انفلاميشن، وهذا في الشيء كلش مصاحب للريموفابل ابلاينس، سببه انه بور اورال هايجين، او انه الابلاينس الاكتف بارت قاعد يتداخل مع الجنجيفا، قاعد يتداخل مع الميوكوزا ويسبب لنا الم. خلصت المحاضرة طلاب، أتمنى تكونوا تستفادون من عندها، إن شاء الله نشوفكم محاضرة قادمة.